بسم الله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وأصيلا. الآية التالية أي 29 من سورة آل عمران عليهم السلام، قل يا محمد يا حبيب الأول عليك صلاتي وسلامي. قالوا السلام، شوف ربي كيفاش يعلي شأن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ومربينا عليه الصلاة والسلام. قل إن تخفوا ما في أنفسكم، وهذا اللي قاعد يقع، العمل به يخفيوا ما في صدورهم وماشي في بالهم يخفيوا علينا فقط. هو بالحقيقة أصل الإخفاء هذا ناتج عن عقلية فاسدة، أنها كل ما يأتونهم من شرور مخفية عن رب، عن الرب مستعيل، ولا أحد يقدر أن يخادع الله مستعيل. ربي حاضر من حيث لا تعلمون، والله حي من حيث أنكم مات الله كما أشار إلى ذلك نيتشه، سواء كان أشار إلى وضع الكنائس أنها قتلت الله ولا محال. شو تقتل الله دي مور عادو قلتو جيزو اي مور الي ريسوسيتي، وهذا كذب وبهتان وهذا لا يجوز في لغة الإسلام. سيدنا عيسى عليه السلام ليس برب وليس برب بابن الرب، ولم يمت بعد بل رفع وقت اللي يوت أمر علي ووصر الروم بشعكم بصلبي ربي نزل شبه على الكلب يهودا اللي كان غدار، وقبلة القبلة المسممة والقبلة أراد بها إشارة إلى شرطة الروم أن الذي سأقبله هو الذي لابد أن تقبضوا عليه وتصلبه. والحديث يطول، والسلام علينا بالتمام والكمال.